لاقى الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لإكسبو 2020 دبي على مواقع التواصل الاجتماعي رواجاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل. الفيديو الذي تم نشره تمهيداً لإقامة الحفل الضخم بين المطرب الإماراتي حسين الجسمي والفنانة العالمية ماريا كاري لبدء العد التنازلي للحدث الأروع في العالم. واستكمالاً مع إكسبو 2020 دبي، منح نجم الغناء العربي وسفير إكسبو 2020 دبي الفنان الإماراتي حسين الجسمي صوته للفيديو الجديد من إكسبو 2020 كن معنا، الذي يحتفي بتاريخ الإنجازات البشرية المبهر ويستشرف ما سيتحقق من إسهامات مستقبلية في مجالات الفنون والموسيقى والأزياء والعلوم وغيرها من ميادين الفكر والإبداع البشري. أنت ما كنت، مرة ثانية، أنت ما كنت يوم اكتشف الإنسان النار زمان، ولا يوم اتدفى بفرو الحيوان واخترع دراجة تنقله لكل مكان. أنت ما كنت يوم الحساب غير كل المعادلات، يوم بنوا الأهرامات ورسموا الموناليزا أشهر اللوحات. أنت ما كنت أول مرة كتبوا على الورق ومثلوا على أول مسرح، يوم طلعوا بنظرية الجاذبية وفكرة الطيران صارت حقيقية. أنت ما كنت يوم ألفوا الموسيقى الكلاسيكية، يوم الوقت صار أرقام والروك اشتهر في كل مكان. بس هذه المرة تقدر تكون أول من يشوف ابتكارات سابقة للعصر وعروض ما يتصورها عقل. تقدر تشهد على أروع الأفكار بالفن، الأزياء، العلوم والموسيقى. هذه المرة ما بيفوتك 6 شهور من الاحتفال بإبداع العقول البشرية كلها في مكان واحد بتجتمع، وبالمستقبل بتحتفل في الحدث الأروع في العالم. وأدى صوت النسخة الدولية من هذا الفيديو التي تعرض باللغة الإنجليزية مغني الراب والمنتج العالمي ويل أي أم الحاصل على 7 جوائز غرامي وجائزة الموسيقى الأمريكية 8 مرات وأحد مؤسسي فرقة The Black Eyed Peas. كما غردت المغنية العالمية ماريا كاري كاتبة متشوقة للعرض في دبي بمناسبة بدء العد التنازلي لإكسبو 2020. وقالت ماريا في مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها في تويتر: مرحبا للإمارات، أنا ماريا، سآتي إلى دبي الأسبوع المقبل للاحتفال ببدء العد التنازلي لإكسبو 2020. لا أستطيع الانتظار لأن أكون هناك، حيث سأقدم عرضاً حياً في دبي. كونوا هناك. عاد الحديث حول الطفل اليمني عمرو أحمد بائع قارورات الماء بعد ذهابه للمحكمة ليناشد والده المنفصل عن والدته بالسماح له بالغناء والسفر إلى لبنان. وبعدما نجح الطفل في استخراج جواز سفره، جاءت العراقيل من أبيه الذي يصر على الحصول على أموال مقابل سفر ابنه، إلا أن القرار الأخير سيكون بيد المحكمة. وتداول المغردون مقطع فيديو لحارس مرمى مانشستر يونايتد والمنتخب الإسباني بين السويد وإسبانيا، والتي تعرض خلالها للإصابة. وأخيراً نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي فيديو لهدافه الفرنسي غوميز وهو يدعو مشجعيه لتناول القهوة معه. الفيديو لاقى رواجاً كبيراً بين مشجعي نادي الهلال السعودي.